في الساعات القليلة التي أمضتها في لبنان، بدت زيارة ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن كاثرين أشتون مكملة لمواقف سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن. فقد عبرت أشتون عن دعم الاتحاد الأوروبي للبنان مشيدة في الوقت عينه بخطوات الحكومة لضبط الوضع، ومحذرة من أن الأعمال الإرهابية تؤدي إلى ازدياد التوتر. إن أعمالاً إرهابية من هذا القبيل تهدف إلى أحداث رد فعل واضطراب. رحبت بالجهود المبذولة للمحافظة على الاستقرار من خلال الحوار الوطني، وشجعت جميع القادة السياسيين على العمل في اتجاه حلول بناءة للتحديات الرئيسة التي يواجهها لبنان اليوم. في هذه الأوقات لا يمكن التقليل من أهمية وجود مؤسسات دولية متينة وجديرة بالثقة تستمر في ضمان الأمن وتوفير الخدمات، ومع الإقرار بالوضع الإقليمي الدقيق أنتهز هذه الفرصة لأحيي السلطات اللبنانية والجماعات المستضيفة والشركاء الإنسانيين على دعمهم للسوريين الذين أجبروا على الهرب من بلدهم. وكانت الدبلوماسية الأوروبية قد نقلت إلى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة لبنان واستقلاله واستقراره وتجنب الفراغ، وتأكيد على الوحدة الوطنية ودعم جهود الرئيس سليمان على صعيد الحوار. من جانبه طلب سليمان من المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه للبنان والعمل لتجنبه الفراغ ومساعدة الاتحاد الأوروبي في موضوع النازحين السوريين، ووعدت أشتون بعمل ما في وسعها في هذا المجال. ومن السرايا الحكومية أعربت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن خوفها على استقرار لبنان، مؤكدة أن البعض يسعى لتحييد الأنظار عن الوضع في المنطقة بافتعال مشكلات في لبنان، مثمنة مواقف الرئيس ميقاتي من أجل الحفاظ على تماسك لبنان ووحدته في هذا الظرف الصعب. لقاءات أشتون شملت أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني، حيث شددت على أهمية استقرار البلاد وعلى ضرورة الحفاظ على عمل المؤسسات والهدوء والحوار بين الأطراف كافة. الممثلة العليا للأمن والسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بحثت في التطورات الأمنية اللبنانية وفي المهمة التي ينفذها الجيش لضبط الحدود اللبنانية السورية وفي أوضاع اللاجئين السوريين مع قائد الجيش العماد جون قهوجي، وجرى تداول الأوضاع على الحدود الجنوبية، وتناول التنسيق المشترك بين الجيش واليونيفيل لتطبيق القرار 1701. وفي هذا الإطار أشادت أشتون بجهود الجيش للحفاظ على أمن لبنان واستقراره، مؤكدة عزم الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وعلى دعم جهودها في تنفيذ المهمات الوطنية. وكان لقاء لأشتون مع الرئيس فؤاد السنيوره.